النادي اشاد بالمجهود الكبير اللي بذلوه كل اللاعبين، وقال كمان ان الفريق حقق مكاسب متعدده من خلال هذا الفوز الكبير والعريض على بلديه المحله بعد تسجيل 5 اهداف، وبالتالي الحصول على 3 نقاط في منتهى الاهميه عقب العوده من غانا. وكمان اتكلم عن نجاح وسام ابو علي في افتتاح يعني سجله التهديفي مع النادي الاهلي. تعالوا نتابع تصريحاته، اتفضل. والله مبروك ليك وشكرا طبعا على المقدمه، واحنا كلنا بنشتغل جوه النادي الاهلي، بتبذل كل مجهود عشان خاطر المجموعه كلها تنجح. مفيش حد بيدور على حاجه لنفسه، ولا حد يقدر يدور على حاجه لنفسه. النادي الاهلي دايما هو فوق، عشان بس الناس بتزعل، الاهلي فوق الجميع، فوق جميع الاهلاويه، عشان بس يبقى الدنيا فوق كل البيان ينتمي للنادي الاهلي، عشان كده احنا بنقول الاهلي فوق الجميع. احنا كلنا بنشتغل تحت سقف النادي الاهلي، فعايزين النادي الاهلي ينجح باي شكل. بس التحدي كان مهم جدا النهارده، لان زي ما بنقول يا كابتن خالد التلاحم كبير جدا من بطوله الدوري لبطوله الافريقيه لمباراه سوبر، لها حسابات كثيره جدا عند الجهاز الفني والمجلس الاداره والجمهور. لكن ابدا معاك النهارده، التحضير كان مهم جدا، مش هنتكلم على شكل المباراه على قد ما هنتكلم على الحافز الكبير والرغبه الكبيره جدا عند لعيبه النادي. والله دايما احنا انت بتتكلم مع اللعيبه طول الوقت، ان انت كل بطوله بتاخدها على حده، كل بطوله بيبقى ليها تجهيزه، كل بطوله بيبقى ليها يعني ليها الادوات بتاعتها اللي انت تقدر تكسب بيها البطوله دي. واحنا النهارده راجعين بقالنا فتره طويله ما لعبناش في بطوله الدوري، وعايزين نستفيد بكل الاخطاء اللي عمله الخصم، ما بقاش ان احنا مش عايزين نضيع نقاط سهله. فمكسب النهارده كان كويس، وهو ده الكلام اللي اتقال، يعني المدير الفني اتكلم قبل الجيمين، احنا عايزين ناخد الجيم بسرعه، ما نخشش ما ندخلش الخصم معانا في الجيم. فعشان كده الحمد لله برضو لما احنا بنقول دايما النادي الاهلي بيجيب اهداف في الاول، الجيم بيفتح معاك وتقدر ان انت يعني تخلص الجيم يعني، وده اللي حصل النهارده. احنا كان الاصرار ان احنا طبعا انت عارف رحلتين سفر كانوا صعبين جدا جدا جدا، واخر رحله كمان كانت صعبه جدا، احداثها كتير ومشاكلها كانت كتير، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب. فكنا حابين ان انت يعني تكمل المكسب بتاعك، ما تخشش في 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 مشاكل الدوري المصري، وان انت يعني بتبتدي تضيع نقاط مالهاش لازمه. فكان الاصرار ان انت تخلص الجيم من بدري يعني، وده اللي حصل والحمد لله كسبنا يعني. مكاسب بقى المكسب ال3 نقاط حاجه، ومكسب طبعا اللاعب وسام طبعا ده مكسب بالنسبه لنا النهارده، وهو لعيب كويس مع زمايله طبعا، مع توني ومع كابتن كهربا طبعا، لعيب كبير، واحد من نجوم النادي الاهلي. عندنا مجموعه مميزه للفتره الجايه ان شاء الله، عندنا تحديات كتير وعندنا مباريات كتير، فان هو يخش مع مجموعه الفراوده بهدفين النهارده دي حاجه كويسه جدا. الفصل مهم جدا، وانا عارف ان النادي الاهلي متعود بياخد المباراه البطوله الافريقيه بشكله، وبعد كده بيبدا بيقفل الصفحه بيبص لمباراه السوبر، لان زي ما قلنا مباراه السوبر ليها حسابات، يانج افريكانز الحسابات شكلها عامل ازاي، والسوبر كمان، لان السوبر في السعوديه ويكون شكل يعني مميز جدا، بنعمله ان شاء الله باذن الله ان المباراه تليق باسم الفريقين يا كابتن. طبعا احنا في الاول عندنا مباراه مهمه جدا يعني هنبتدي نركز فيها، عايزين نكسب، عايزين نعمل جيم كويس. احنا كل المباريات بندور على المكسب، وكل المباريات بتدور على ان انت ازاي يعني تاخد المكسب بشكل كويس واداء كويس. احنا يعني بندور على مكسب واداء، عشان معادله صعبه جدا، لان انت جمهور من حقه انه يستمتع بلعيبه النادي الاهلي، والنهارده طبعا ملعب استاد القاهره طبعا بشكرهم عليه، بشكر الناس طبعا ان هم قادرين يعني يحافظوا على الملعب وان هو يطلع بالشكل ده، وده بيساعد اللعيبه جدا وبيساعد المدير الفني ان انت تعمل جيم كويس وتقدر تطلع شغلك. فالنهارده الملعب كويس، فاللعيبه قدرت النهارده تكسب المباراه بشكل كويس. فاحنا عندنا مباراه مهمه وهنركز فيها، وبعد ما نخلص المباراه دي نشوف بقى موضوع الكاس.